كافي جولنار، كافي تركي كل الأطباق اللي عنده أطباق تركية. هذه البقلاوة التركية، هنا الفطاير والبوتشا والسميد. قل نار يعني زهرة الرمان، قل اللي هي الوردة والزهرة نار يعني رمان، قل نار وردة الرمان. واو شوفوا عندهم القهوة التركية اللي بالرمل، جدا لذيذة، اللي ما جربها لا يفوتها. كافي مرتب صغنون وحسسك كأنك في تركيا. هنطلع رحلة فوق، عندهم قسم العوائق عشان نشوفه. الدور الثاني للعوائق، وهذه القهوة التركية اللي بالرمل اللي لسه ما داقة يجي يجربها. ألذ قهوة في الحياة. الساندوتش مرة لذيذ والمكونات فريش، طعمه ما يوصف، والخبز خابزينه فريش في المحل مرة لذيذ. جربنا منه كمان السلمون، السموك سلمون فظيع طعمه، يعني بصراحة لا يفوتكم. موقع المطعم شارع الأمير سلطان جنب الفالح للرياضة، وقدامه شوكولاتة نسمة والرفاعي والاتكان. قدامه بالضبط بالضبط هنا بنك الرياض، عشان تعرفوا توصلوا للكافي بسهولة. أصلا بيت الفالح كفاية يعني، حيدلكم على طول.